الجيش التركي، تدريبات تكتيكية خطيرة واستعداد للحروب. في إطار استعداده الدائم لأي مواجهة، يتم تدريب عناصر الجيش التركي باستخدام أعلى إمكانيات التكيف والتطور والاستعداد للحرب في ظل الظروف الأكثر واقعية، من خلال أنظمة رقمية تعتبر من الأكثر تطوراً على مستوى العالم، والتي تنافس دولاً كبيرة. وتعتمد هذه الأنظمة الخطيرة والمتقدمة على إعطاء صور تكتيكية للبيئة الخارجية في بيئات آمنة وفعالة، وتشمل جميع الميادين المحتملة للمعارك براً وبحراً وجواً. وتسهم هذه التدريبات في خلق بيئة حقيقية ضمن نطاق التجهيز المتكامل. على الصعيد الحرب الجوية، تمنح الأنظمة الرقمية عناصر الجيش إمكانية أداء المهام التي يمكن تنفيذها بالطائرة، بالإضافة إلى تدريبات الطوارئ والهبوط الطبيعي والطارئ وقصف المواقع وإطلاق النار. وتمنح الأنظمة محاكاة ديناميكية هوائية واقعية تعتمد على بيئات تصميم الطائرات ومحاكاة أنظمة إلكترونيات الطيران وأنظمة الاستشعار وقمرة قيادة واقعية ووضعيات الحرب الإلكترونية. وتتمتع الأنظمة المتطورة التي صنعتها شركة هابل سانا التركية بقاعدة بيانات بصرية عالية الدقة جغرافية ومحددة. ومن ضمن ميزات أنظمة التدريب التركية أنها تشمل نظام المدرب التكتيكي وأنظمة المهام والطيران ونظام المرئي ونظام قمرة القيادة وواجهة التحكم في المحاكاة ونظام محاكاة البيئة التكتيكية وأنظمة دعم المحاكاة من أنظمة فرعية وظيفية. ومع تطور التكنولوجيا الجديدة يوماً بعد يوم، تعمل تركيا وجيشها على تعزيز جودة التدريب الذي تتلقاه القوات المسلحة، حيث تقوم شركة هابلسان ببناء مراكز تدريب جاهزة تستخدم فيها تكنولوجيا البرمجيات العسكرية والمدنية بشكل واسع.